اوكي. الحاجه الثانيه والاهم، احنا بس عشان بنفتكر كويس قوي احداثنا في مباراه السوبر يا كابتن هاني، والاحداث اللي كهربا خد عليها صحيح وقت في اخر الموسم، وبعدين تم تخفيض العقوبه لحد 10 مباريات لو تتذكر. انا معاك. كان السبب الرئيسي ما فيش فيديو بيدين كهربا، ما فيش فيديوهات بيدين كهربا، غير ان اللي كانوا موجودين في المباراه قالوا ان هو السبب في اشتعال الازمه. ده مظبوط. انا عايز اعرف مين السبب في اشتعال الازمه بتاعت امبارح دي، يعني مين السبب؟ لو انت بنفس النهج تمام، ولجنه الانضباط خدت القرار بتاعها ان ده في قرارها تحسيات القرار، حسيات القرار اول حاجه كده مكتوبه ان ده كان السبب في اشتعال الازمه. اوكي. طب احداث الامس دي مين السبب في اشتعال الازمه؟ يا جماعه مش هينفع كده، يعني مش هتنفع حاجه. او احنا بالنسبه لنا هنيجي على لعيب عندنا عشان ارضي حد؟ مش هينفع. احنا عقدنا كهرباء مليون جنيه وما اتكسفناش وقلنا ان هو اخطا. ده صحيح، ده صحيح. أخطأ. ولما بيجي الكبير والصغير يخطا بنطلع نقول عقوبه كذا وعقوبه كذا وعقوبه كذا. فمش هنسمح لحد في النادي يتطاول على حد واحنا شايفينه بعينينا تمام ومش هنعاقبه. لكن كمان لما نترفع عن شيء لحيثيات عندنا او لاسباب عندنا، انت كمان لازم تقدرها وتحترمها. انت كنت منتظر يا كابتن سيد، انت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت اولا الكابتن الخطيب قال لك يا سيد شوف لو الموضوع فعلا اللعيب يتعاقب هيتعاقب. الجزء الثاني كلنا شفنا وكلنا ومصر كلها شافت الفيديوهات ان محمود كهربا رد فعل الاول. انا في رايي يعني مش عايز اقول رايي، لكن الجزء الثاني والاهم انا مش عايزك تقول رايك يا كابتن هاني، معلش انا بقطعك، انا مش عايزك تقول رايك. احنا هنعرضها على الهواء في التحرير ولا حاجه والناس تقول مظبوط الواقعه دي. مظبوط. ومحدش يقطعها تمام. اثنين يعني لو في لفظ قاله كهربا ولا حاجه، اي حد سمعه او كابتن محمد فضل سمعه يقول قال ايه، يقول لنا قال ايه بس. لكن انا كمان مش ممكن هعاقب لعيب اتفرج عليها 12 14 مره من اوله لاخر والناس تبعت لك بزوايا مختلفه. مش محتاج كل ده على فكره. لا طبعا اكيد مظبوط. محدش هيوجهنا ان احنا دورنا اصلا نحمي لعيبتنا. احنا دورنا بنحمي لعيبتنا وبنحمي نادينا وبنحمي حاجه. لكن لما كمان بيبقى في غلط احنا اول ناس بتطلع تعاقب ده، حتى لو هنتضر فنيا. حتى لو هنتضر فنيا. فانا لجنه الانضباط يعني بنقدرها وبنحترمها ولها قيمتها ومكانتها. لكن لما حصل في احداث السوبر كده تمام، حصل في احداث السوبر كانت من حيثيات وقف الكهرباء ان هو المتسبب في الازمه. اوكي. احنا عايزين نعرف مين اللي كان متسبب امبارح في ازمه امبارح. اثنين. اوكي. اثنين شريط المباراه موجود الحمد لله رب العالمين، ما تقطعتش والا كانت هتبقى مشكله كبيره، يعني مشكله كبيره. ثلاثه انا مش يعني انا بالنسبه لي انا مش شايف. لا بالنسبه لي انا يمكن مصر شايفه حاجه ثانيه، يعني الناس في مصر بتتفرج على الفيديو شايفه ان كهربا مثلا يعني غلط ولا حاجه دي. لكن بالنسبه لي انا وبالنسبه للنادي لو كان في عقوبه كنا هناخدها. لكن بالنسبه لنا كلنا مفيش اي حاجه على الراجل ده. اربعه بكره الصبح بناء على مذكره تقدم فيها كهربا ليا شرح فيها الاحداث كلها مع الشؤون القانونيه عندنا، هنتقدم احنا كمان بلجنه او بمذكره للجنه الانضباط تمام. بس ونثق فيها تماما. ودي كانت رغبه كابتن محمد فاضل، المخطئ ياخد حقه، المخطئ اسف ياخد جزاء. يعني الامر كله معروض حاليا على لجنه الانضباط او سيتم عرضها على لجنه الانضباط يا كابتن سيد؟ احنا ترفعنا يا استاذ نعم. ده بالعكس احنا كنا مش حابين نعمل حاجه تعكر الصف والموضوع. لكن مش ممكن ابدا، مش ممكن اجي انا يعني بعصب لعيب عندي ما عملش حاجه اصلا خالص. ومع احترامي الكامل، احترامي وبنقدر كل المنظومه في اتحاد الكوره وكل المنظومه الرياضيه كلنا بنقدرها. اوكي. لكن صح. لو واحد بيمثل نادي مثلا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او نادي الزمالك او اي نادي، او واحد بيمثل اي حد بيمثل اتحاد الكوره، فاللي موجود في الملعب ده بيمثل النادي الاهلي. صحيح. لما تتعامل مع حد في اتحاد الكوره انه بيمثل اتحاد الكوره، عليك ان تتعامل مع اللاجئ لابس لوجو النادي الاهلي ده ان هو بيمثل النادي الاهلي. فالتعامل لازم يكون محترم. زي ما انا بحترمك جدا وبقدرك، انت كمان نختلف نتفق ده جزء ثاني. نختلف في الفكر، نختلف في الاسلوب، نختلف في الاداره، نختلف في الكلام، لكن ما نختلفش ابدا في الاحترام. ما نختلفش ابدا بالدفع ولا الدق ولا الشد، ما ينفعش.
ده حقيقي يا كابتن سيد. طبعا اولا بنشكرك على التوضيح، وواضح جدا ان طبعا النادي الاهلي كان بيحاول بقدر الامكان زي ما انت بتقول ان الموضوع بيتلم بشكل ودي، واحنا مقدرين والمنظومه كلها تعدي والامور تعدي بسلام. لكن طبعا قدوم محمد فضل ل يعني الدعوه للجنه العقوبات او انه في عقوبه على كهرباء اتحرك النادي الاهلي سريعا وقال خلاص طالما الموضوع كده احنا كمان عندنا ورقنا وعندنا شهاداتنا والامور هتبقى ان شاء الله واضحه للجنه الانضباط بشكل كبير جدا. طب اسف بس انا اقول الحته قبل ما اختم معاك. اتفضل. الموضوع كمان مش محتاج ورق، هي طالما حاجات قانونيه فهتحتاج اللي حضرتك بتقول ايه ده، لكن ده محتاج فيديو. الفيديو قدامنا اهو يا كابتن سيد. نتكلم الصوره بتقول، خلينا الصوره تقول لنا حاجه تمام، لكن لما يطلع حاجه عكس الصوره ديت لا تبقى مشكله كبيره قوي الصراحه. لما تطلع حاجه عكس الصوره دي هتبقى مشكله كبيره. الفيديو قدام المشاهدين وهم برضو ليهم الحكم في الأول وفي الآخر، لأن دي يعني دي مصورة والناس الحقيقة على السوشيال ميديا امبارح برضو الحقيقة يعني يمكن تعاطفت بشكل كبير جدا مع اللاعب. احنا هنا مش بنتكلم عن لاعب في النادي الأهلي بندافع عنه خلاص، لا يعني انت النهاردة زي ما انت قلت دلوقتي كابتن سيد اللقطة متصورة ويمكن حتى فعلا متصوره من كذا زاويه، ولجنه الانضباط هي اللي هتقرر وتشوف من المخطئ، لان الموضوع زي ما انت قلت كابتن هو الموضوع باين وواضح يعني وضوح الشمس، مش احنا اللي هنتكلم او حضرتك اللي هتقول، لا الفيديو قدامنا والصور قدامنا وهتروح لجنه الانضباط والانضباط يعني هي اللي تشوف الصوره. اتفضل. انت ليك مكانتك الكبيره جدا في النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي بشكل كويس، اتحداك ان لو في حتى تعاطف جماهيري او لعيب نجم بنقدره وبنحترمه وخد عامل عام لنجوميته، بس لو في خطا انت ما بتعملش حساب رد فعل الجمهور، انت بتتعامل مع الخطا. صح تمام. بتتعامل مع الخطا مظبوط ولا مش مظبوط؟ الامثله بقى كده كتير جدا. ثق تماما ان لو في اي مشكله حصلت من اي لاعب اسم ايه بقى مش فارقه معانا. حصلت مشكله مع لاعب اوكي، انت بتتعامل مع الخطا ده وبتقدره بالموقف ده بالحدث ده وبياخد العقوبه اللي هي يعني تتناسب مع الحدث. اسم اللاعب ايه؟ مش عايز اقول مش فارقه معايا، لا طبعا. لا طبعا مش فارقه معايا كنظام فرقه. كنظام فرقه. فمش عشان في رد فعل او في حاجه عند اللاعب ده او له نجوميه كبيره، لا انا اسم النادي اكبر. لكن لو في حقوق ترجع، حق كهربا لازم يرجع.